في عام 2018 تمكن رجل الإطفاء الكرواتي ستيبي ميوتشيتش من إخماد حريق الدبابة الكاميروني فرانسيس إنغانو، ولكن بعد أن ذبح الكاميروني 4 منافسين في الوزن الثقيل أصبحنا على موعد مع نزال العودة. وفي مرحلة الميزان لم يتغير وزن إنغانو عن النزال الأول 119 كيلوغرام، أما البطل فكان وزنه 107 كيلوغرام. 234 the official weight for the champion Stipe Miocic. مما يعني أنه أخف بفارق 6 كيلوغرام عما كان عليه في النزال الأول، وبعدها تواجها لآخر مرة قبل موعد المعركة. والآن حان وقت تصفية الحسابات، ستيبي ميوتشيتش ضد فرانسيس إنغانو، وعلى المحك حزام الوزن الثقيل ونزال مع جون بونز جونز. وعلى غرار النزال الأول بدأ إنغانو بالركلات التحتية وبعدها رمى مطرقة على رأس ميوتشيتش، ولكن البطل لم يحرك ساكنا، وفي المحاولة الأولى لاستخدام المصارعة صعقه الدبابة الكاميروني. وأتبعها بركلة عالية زلزلت ستيبي، ولكن إنغانو لم يستعجل لإنهاء النزال لكي لا يرتكب الخطأ الذي ارتكبه في النزال الأول، وأخذ إنغانو الجولة الأولى من البطل. وعند العودة إلى الجولة الثانية بدأ ميوتشيتش بدخول جو النزال، ولكن الدبابة الكاميروني أرسله إلى كوكب المريخ، وأصبح لدينا بطل جديد للوزن الثقيل المفترس فرانسيس إنغانو. John Jones sent a tweet out. Let's play, baby. Oh, another one was show me the money. John Jones now moving up to heavyweight. Your first title defense. But this time is going to be the challenger. I am the champ. He's coming up and looking for me. I'm ready anytime soon. Show the money and we go, baby.